سرك في البير مع علي الشابي على موزايكا فام. ماضي ساعة وثلاثين دقيقة ماضي ساعة وثلاثين دقيقة على موزايكا فام. سرك في بير رقم الهاتف 71 113 ألف، وإلا تخليونا مساج على الصفحة الرسمية لباج موزايكا فام، الصفحة الرسمية مش الصفحات الوهمية الأخرى. تخليونا ملخص للحكاية متاعكم ونمرو التليفون متاعكم باش نجمو نتصلوا بكم. إلى المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير عبير. أسلامي. أهلا بك عبير، مرحبا بك للا. قداش عمرك يا للا؟ عمري 28. 28 سنة، مرحبا بك للا. اش مقلقك واش مصهرك لينا معانا؟ فما حاجة مقلقتك؟ إيه، فما عندي مشكلة كبيرة. تفضل يا للا، اللطف عليك دون طولك ونسمعوك. تفضل، مرحبا بك. أنا عندي برسك أكثر من 5 عام عارفة. استنيني ساعة. لا نو نو نو، دقيقة. أنت وين تعرفت عليه؟ عرفت عليه في الانتراج اللي نعيش فيه. فيلم العائلة ولا من الخدمة ولا؟ مش من العائلة ومش من الخدمة. تعرفنا، هو إنسان متربي ودخل من الباب سلم دارنا والكل. رغم بعد عرفنا. سمحني، أخذيته عن حب وإلا لا؟ عن حب، يعني حبيته. حبيته. وهو بالمقابل كيف كيف؟ قداش قعدتوا مخطوبين؟ بقينا 5 سنين. 5 سنين كاملين، مش راها طويلة شوية فترة الخطبة؟ نورمال مون الخطبة عام عامين نون جينيرال، 3 سنين جرام اكس باش انا بقيت نكمل في قرايتي على خاطر. انت قعدت خليك تكمل قرايتك دونك. اي بعد كيف عرفنا صارت مشاكل شوية، مشاكل عائلية. استناني عاد، ما وصلناش للعرس طبعا، مازلنا في الخطبة رانا. مازلنا نحكيو على الخطبة. علاش الخطبة طالت 5 سنين؟ خاطر انا كنت نقرا. فوالا، دونك كنت تقرا. اي كملت قرايتك؟ كملت قرايتي. برمجنا باش نعرسو. برمجتو باش تعرسو؟ عرستو. عرستو. صفا، تعديت الايامات نتاع العرس لاباس والا لا؟ والله لا. شفم معاونك انا؟ دارهم شبيه؟ دارهم ما حبونيش. دارهم ما يحبونيش. علاش دارهم ما يحبوك سامع؟ حتى انا صغر منه في العمر. و شو صغر منه في العمر؟ انت قداش عمرك هو قداش عمره وقت اللي عرسته؟ بيناتنا 10 سنين. 10 سنين عادش. هم يشوفوها فارقة كبيرة. ايه، لكن اشدخلهم هم انتم عرستوا سيء، اشدخلهم في عمرك وفي عمرك؟ حتى فترة الخطوبة كانوا متقلقين. ما أنا ما كنتش عارفة خطر، ما كنتش فما كونتاكت كبيرة بيني. وهو ما حكالكش؟ ما حكاليش. هاي بي متقلقين منه، منك عائلته، ربما ما همش قابلينك. إيه، لكن أنت وراجلك صبا متفاهمين ولا ما أنت ما أثرتش في علاقتكم الحكاية هذه؟ والله دخلوا برشا في حياتنا الخاصة. كيفاش كل شيء؟ مثلا في كل شيء، في طريقة العرس، في شنو باش نشوفوا لدارنا، شنو كل شيء التفاصيل. علاش هما مسيطرين على عليه ويتدخلوا في كل تفاصيل حياته؟ علاش؟ خاطر هو أقرب واحد ليهم. مستواه الاجتماعي شنو هو راجلك؟ لاباس عليه؟ متوسط؟ متوسط. متوسط. ومن بعد؟ إما هو ضحى برشا على خاطر داره، قدم لهم برشا من عمره ومن حياته ومن فلوسه وكل شيء. ما توقفوا مع دارهم في الفترات الصعيبة؟ مع دارهم كل يوم. ما حبوش دي شكون وتاخذوا منهم. إيه، لكن مصيره بجي عرس الراجل بشي قديمة، معناتها على ذمة دارهم، بدليل أنه عرس بيك سيخذ قرار أنه ينفرد لأنه يحب يعمل حياته. حياتنا ما نجحتش، مش ناجحة. علاش؟ بخلاف المشاكل هذه متاع حكاية دارهم ويدخلوا فيكم؟ أثرت على حياتنا برشا، حتى في كل شيء.
اي حتى في علاقتنا احنا تاثرنا بها برشا. حتى الابسط الحاجات ماهيش ماشي نورمال. علاش؟ علاش مدى؟ ما نعرفش شنو اللي ما مشاش. حتى العلاقه العاديه اللي ممكن في تصير بين اي امراه وراجل احنا ما صارتش بيناتنا صافي سنتين ولا اكثر. قديش؟ 5 سنين ولا اكثر. قديش لكم عارفين سمعت؟ 2012. يعني 5 سنين معارسين؟ اي شنو اللي ما شنو اللي ما مشاش؟ انا ما عارفش ما نجمتش نقيم معها علاقه زوجيه. 5 سنين؟ 5 سنين يعني من ليله العرس؟ ليله العرس ما خليتوش يقربني بالكل. انت دونك ما خليتوش يمارس حياته الزوجيه معناتها. علاش؟ علاش مدام؟ انا بصراحه في كل بنيه يمكن حتى برشا ناس باش تلوم علي وبرشا ناس باش تنقدني برشا. انا بالنسبه لي انا العلاقه الجنسيه ما تتم الا على سنتيمون. ما نجمش نقيم علاقة جنسية مع راجل. لكن قلت لي حبيته في فترة الخطوبة. حبيته أما شنو؟ أما اللي صار بريود العرس ونهار العرس والكل. شنو اللي صار نهار العرس وبريود العرس؟ مدام تنجم تحكي لي تنجم تحكي لي بالبداية ولا؟ إيه. بس تحكي لي. بل العرس. خويته جاوني ونصحوني باش ما نعرفش بيه. قالوا لك بطل من هكاك من دون سبب. بون انا شكيت ودخلت بعضي. تصور انت انسان يحضر العرس وبدي تعرسه يسمع كلام كيف هكاك. انا زعما بطلت نهار عرس نهار صداق. نهار صداق شعر الله بطلت. علاش؟ اش قالوا لك؟ اختو قلت لي ما تخلوش راه ماهوش باهي برطو هو باهي على الاخر. بون بعد نهار العرس سدوا لي عرسي. كيفاش؟ ما تصورتش. ما مشيت برطو مشيت للحجامه ودست روبا على اساس بريفي يعني عرس كل حبيبي الكل. عرس وعواده وتصديره وكذا فرحه امراه معناتها. ما لقيتش هذاك الكل. ما فماش؟ ما فماش. مالا كيفاش عرست؟ عطيك تصدرت وحدي ما صورتش وليت نمشي في المنصة. في سالة في دار وين هذا صار؟ في دارهم في دارهم. لا حس لا عياط لا تزغريت لا فرقة لا شيء. حتى شيء حتى شيء حتى دارهم ما ماهوش لابسين. أنت تتفاجأت وقتها؟ تفاجأت وبكيت وما صورتش وحبيت نروح دارنا. غير دخلوا العائلة عائلته خالاته وعماته وكل. دخلت لداري نبكي. تعرف ونفعتت النفحة متاع العرس ومتاع ناحية ربتي وحدي وكل شيء وانا بيت في بيت وهو بيت في بيت اخر. هذا ليلة العرس. تتر خطر متغشين والعرس ما مشاش بالقدا به. اي لكن هو معناتها راجلك نورمالمون ياخو بخاطرك. لا ياخو بخاطرك ويسيسك ويفهمك ويقول لك ويدافع عليك ويقول لك راهو اللي صار غلط من عائلتي وراهو هكا وراهو هكا وراهو. كلمك ولا ما كلمكش؟ لا ما كلمنيش. يعني ليلة العرس انت شديت بيت وهو شد بيت. ايه. وحتى من بعد مشينا في بينا باش نبدلوا الجو وخرجنا من البلاصه هذيك. ما نجمتش حاولت. انت مدام صديتوا انت تصدوا يعني. ايه انا نصدوا. يعني انت تصدوا وتبعدوا. وهو شنو ما هو سامعني؟ انت تحكي لي على 5 سنين راهو. 5 سنين. 5 سنين وهو موافق على هذا؟
جينا مشيت انا واحد ما غير ما حكيت معاه مشيت للبسيكياتر. هاي حكيت له الحكايه كل شيء، عطاني دواء تاع اعصاب ما خديتوش. علاش ما خديتوش يا مدام؟ ما خديتوش. ما تسميش دواء اعصاب؟ لا لا ما تسميش دواء اعصاب. بون ما حكيتش معايا بالكل الطبيب هذا، ميم با ما جاوبنيش بالكل. عطاني اوردونونس فيها دواء تاعو، وانا ما حسيتش بدواء، حسيت بانسان ينصحني يحكي معايا يفهمني. راجلك كيفاش قعد صابر الخمس سنين هذوما عليك؟ انا نحترمه برشا ونحبه برشا، لتو بورتون دي صاير هذا الكل خاطرني انا ساعات ناخذ بشيء باش نعمل ريسيرش على حاجه ولا الكل نلقاه هو عامل كيفاش اونكا او يعني انت تغتصب حتى تاخذ حقك يعني بالاغتصاب من مرتك، شنو اللي في نيجاتيف. لقيتو لقيتو يعمل في دير ريسيرش على الحكايات هذوما. مدام انت راجلك علاش ترد فيه هكاك؟ ما نجمش، ما نجمتش. حاولت مع روحي، حكيت مع روحي، حاولت عمل دفوا ما كيجي. خايفه من شنو؟ شنو الخوف اللي عندك من شنو؟ نعرفش. من العلاقه بيدها؟ ما نعرفش. لا لازمك تعرف مدام، تعرف اكيد اكيد. والله لا نعرف. يعني انت ما زلت عذراء بعد خمس سنين عرس توا؟ ايه. وراجلك كيفاش تعيش انت وياه؟ تبعت في بيته؟ لا. ها؟ تتفاهموا تحكيوا مع بعضكم؟ ايه. تعيشوا مع بعضكم يعني؟ وهو قابل انك انت في شيره وهو هو في شيره. ايه. وعلاش؟ جيت بريود انا تعبت نفسانيا برشا برشا على الاخر. حطيت قضيه في الطلاق. علاش حبيت الطلاق؟ خاطر انا حسيت روحي ظلمت معايا، قبل ظلمت فيه معايا. بورتون يعرف اللي انا رسمي نحس ماهيش بيدي الحكايه، حاولت على خاطر برشا مرات. ساعات نحسه انسان غريب علي، حتى كيف ينسني نحسه نحسه كانه انسان غريب ويتحرش بيا ولا كانه باش يغتصبني. تحس فيه كانه انسان غريب ويتحرش بيك؟ رغم انك تحبه. أنا يظهر لي فما حلقة ناقصة يا مدام، فما حاجة ناقصة في الحكاية ما حكيتها ليش. أم حتى لي كومونتير قاعد نشوف فيهم يقولوا فما حاجة ناقصة. ما فما حتى شيء. شنو هو الناقص مدام؟ باهي صدقني نحكي لك الحكاية كيف ما هي. من الحلقات الناقصة أنه راجلك كيفاش صبر عليك عنده خمس سنين. حتى القاضي استقبلنا سألوا نفس السؤال. إيش قال؟ قالوا أنا نحبها، نحبش نسلم فيها، وهي باهية برشا معايا وباهية حتى حتى الأذية اللي قاعدة تتعرض لها من دارنا صبر عليها والكل. ماهيش أنا ما زلت صبر معاها. عاودتش مشيت للبسيكياتر مرة أخرى؟ لا ما عاودتش. علاش ما خديتش الدواء يا مدام؟ عندك حالة من الخوف؟ يمكن. ما عندي أكيد. عندك دي كريز دو بانيك؟ دي كريز دونغواس؟ مشينا احنا شفنا جينيكولوج برشا. حتى هي ما يمكن تجي تشوفني والكل، تحس فما تحسني عندي خوف. شكون اللي تجي تشوفك؟ بيبا. تعيش حالات خوف انت؟ تعيش حالات خوف وهلع؟ لا. ما حاجة ما فهمتهاش يا مدام. راجلك علاش صبر عليك عنده خمسة سنين؟ واثنين أنك متزوجة عندك خمسة سنين وما زلت عذرة، ما خممتش في صغير؟ هو ما خممش في صغير؟ سي علي أنا اللي مقهرني، كي هما بنات أنا نسمع وراء يعملوا علاقات جنسية حتى أور العرس. وأنا ما نشمتش. وانت متزوجه؟ في حاجه حرام وماش حاجه حرام. ما انا متزوجه. بي نستسمحك، النجم نسالك على صغرك شويه هكا؟
صارت لك حادثة حاجة أثرت فيك برشا وانت صغيرة، ولا مراهقة، ولا وانت تقرأ؟ لا لا، لما ديما أمي كانت توصينا الكل، احنا البنات والكل رد بالك على روحك. كل الأمهات توصي البنات رد بالك على روحك. مش أسبوان حتى أنا خمم فيها ساعات. أنت معرسة مدام، موضوع مش أسبوان ما يتطرحش أصلا، ما يتطرحش أصلا. حالة ما عنديش حتى حالة تعرضت لها ولا أثرت فيا. تينا بالعكس. أنت تحبوا راجلك؟ نحبوا. بي سامحني، حابش نزيد كيفاش يقولوها، ما انا حرت نزيد والله انا حايره، هي اللي حكيتي وانا حايره. ليه ما فهمتنيش؟ فما مصطلحات ما نجمش نقولها في الراديو مالوريزمون، ما نجمش لانه الناس قاعده تسمع وكذا. هذا اختصاص طبي بيتر معناتها. اما صدك الراجلك شنو هي السبب نتاعو؟ هذا اللي نحب نفهم. خوف منه؟ تعتبر الممارسة الزوجية ولا الحياة الزوجية فيها نوع من التحرش والاغتصاب؟ لا لا فوالا، هذه البيست خرجناها بعيد. مالا شنو؟ انا ساعات كنت تصور نفسر روحي مانيش مختص، ولا انا يمكن الحاجة اللي صارت النهار العرس ما نجمتش نتجاوزها، كلي ما عادش نحب حتى شي يربطني بالعائلة هذيك. حتى انت خرجت من العائلة طبعا، عندك 5 سنين مدام معرسة، انت عندك سنكون معرسة، موضوع العائلة انتهى، مش على روح ما عادش نحب نرتبط. يمكن انت وراجلك توا الموضوع يهمك، مدام الموضوع يهمك انت وراجلك. سامحني، راجلك لو كان يخونك تعذره؟ لا. إيه مالا عاد؟ إيه مالا عاد؟ برشا أنانية مدام، برشا أنانية في الموضوع. إلا إذا كان يكون فما مشكل نفسي، كان فما مشكل نفسي يتداوى يا مدام. أنا القضية حطيتها على السبب هذاك، وكنت باش نطلق على السبب هذا، خاطرني ما خلاكش تطلق، متأكد؟ وما خلاني نعرف ما تعبت نفسيا، صدقني نضحك هكيك. مدام الو، علاش تبكي؟ قولي علاش تبكي؟ على أنك ظلمته وإلا خطر ظلمت روحك؟ زول مدام بسيكياتر وسيكسولوج في أقرب وقت وينتهي الموضوع. اسمع كلامي، المسألة بسيطة، أنت معقدتها أكثر من لازم. بسيكياتر وسيكسولوج، طبيب مختص في علم النفس وفي علم الجنس، والموضوع ينتهي. علاش متعبة روحك 5 سنين ومتعبة راجلك؟ الأعمال 5 سنين شيء حتى ساعات ما عادش نحس فما إحساس. ما تخليش روحك. أنا لولا ما عنديش إحساس أصلا. لا عندك إحساس يا مدام، أنت عندك إحساس. أقرأ الكومنتير تشوف الناس قداش متفاعلين معاك. أنت عندك مشكلة يا مدام، والمشكلة هذه وراس أختي تتحل، ما فيها حد شيء تتحل. كلينيك مو نحكي تتحل طبيا، معناتها تتحل. اللي بقترحت علي الحل زي اللي هو شنو؟ عندي المشكلة تتحل ارتفيشيال مو. ليه مكش فهمتني؟ كلينيك مو معناتها فما صد من جانبك انت تفهم فيها، وفما التفاعل الإيجابي من راجلك ما حبش يخليك تفهم فيها. انت مشكلتك العذرية معناتها خايفة. مالا شنو حتى الإحساس مو باش يموت الإحساس، لأنه 5 سنين عايشة انت وراجلك والواحد في بيت يا مدام، ما يموت الإحساس بس نورمال. ماكش معرسة، الزواج يفترض أنك تعيش أنت وراجلك يا مدام.
هذا هو، هذه مؤسسة الزواج، هو حل لك وانت حل له. انت صاد راجلك كاريمو، معناتها المشكلة فيك انت، ويزم هو يكون حاضر في الثيرابي زادة، حاضر معاك عند البسيكياتر وعند السكسولوج، مش نجمو نحلوها المشكلة دي سينو ما تحلش. يعاود عرس آخر وعمل فواياج دونوس آخر بعد 5 سنين ينجم يكون حل. ايش بيه تصدر للعروسة وتتصور ها ويحضروا لك الناس ويفرحوا لك، بالك تنتهي العقدة هذه يا مدام. في بالك أول مرة لكومنتار يكونوا إيجابيين بالشكل هذايا في كاكي معك، ناس متفاعلة معك فريمون أنت بطريقة غريبة، طريقة غريبة رغم أنه الموضوع حساس، فما دوني كومنتار بريسك معناتها. ما تبكيش أنت، علاش تبكي حتى دارنا ما يعرفوش الموضوع هذا. شنو؟ دارنا ما يعرفوش الموضوع هذا، الناس كل تسأل فيها الصغار. إيه، ماني قلت لك أنا، موضوع صغار أنا جبتهولك، لأنهم يسألوا علاش. في بالهم إحنا ما نجيبوش. يعطيك الصحة، ألو كو أنت ما زلت عذراء بعد 5 سنوات عرس. توعدني مدام تمشي للطبيب ولا؟ لا توعدني ولا؟ كنت نجم تخليلي نمرو للطبيب ولا؟ أي خليلك، أخزر لي أخزر شو يجاوب لك. نبعثك المختص في علم النفس وفي علم الجنس، اسمع فيها. أنا نأكد لك بعد ما تقوم بزيارة الطبيب، نأكد لك بعد جمعة باش تعاود تكلم وتقول لي يرحم والديك. الناس الكل اللي عندها مشاكل من نوع هذا راه تمشي لبسيكاتر، واللي عنده مشكلة يمشي لسكسولوج ولا يمشي لطبيب كيما واحد ما توجهته. مشيت لبسيكاتر حسيتو حتى لي انت ما قبلتوش، اللي عنده كلهم مرضى عقل. ليه عليه تي؟ انا المرة اللي فاتت واحدة مشاركة قلت لها الجمعة اللي فاتت مشيت لبسيكاتر، انا مشيت هاني مشيت نقول لك علاش مشيت متقلق. على انتم ما يمكنش في تونس فما دي بسيكياتر يفهم. هذا انا بحثت لبسيكياتر، قلت لك مشيت لبسيكياتر قلت له راني متقلق عندي حالة متاع قلق، اعطاني دواء توا الحمد لله لاباس وصافا وتو تي بيان وما عندي حتى مشكلة. معناتها ما نحبش، معناتها ما تقولش نمشي لبسيكياتر نلقى مرضى عقلانيين، لا سي با فري. احنا الكل اللي قابلتهم حتى هو مين تعامل معايا حسيته كلي انا لا 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 تنخو نمروك ونبعثك عنا اطباء اكفاء في كامل الجمهورية حتى في الجهة اللي انت فيها، اما انا نبعثك للبسيكياتر والا للطبيب اللي انت باش ترتاحي. باهي وعد وعد، وغدوة العشية نكلمك ونعطيك النومر ويرجع داكور دو لله يعيشك لله وربي يحفظك وربي يخليك وربي يدوم العشرة بينك وبين راجلك يا لله. عايشك إلى اللقاء. إلى اللقاء. بوم ماضي ساعة و53 دقيقة، يظهر لي ما عادش نجمو ناخذ مكالمة هاتفية أخرى، ما نجموش. بوم نحاولوا كان سينو نكملوا، أنا جو بونس نكملوا بغناية. ماضي ساعة و54 دقيقة، أما ميساليش ناخذوا غناية وعلى الأقل نعطيكم السلوين بعد ميساليش.